يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلنا نعلم أن الأنبياء كلهم مبعوثون بعقيدة واحدة، وأن ما ينقضها في شرع أحدهم ينقضها في شرع أي نبي آخر، فكيف يكون مجرد السجود لغير الله كفر ولم يكن كذلك في شريعة؟ السجود لغير الله، الله يهديكم، السجود لآدم بأمر الله، الله أمر بهذا، الله أمرك أن تقبل الحجر وتستلمه، فأنت تفعل هذا عبادة لله ما هو للحجر. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبل. الله أمرك بهذا، تطيع الله، تعبد الله، ما تعبد الحجر. السجود لآدم ما هو عبادة لآدم، وإنما هو طاعة لله، لأن الله أمر بهذا. سجود يعقوب وأبوي يوسف وإخوته، هذا ليس عبادة ليوسف، إنما هو تحية سلام، مثل السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن في شرعنا منع السجود مطلقا، لا للتحية ولا للعبادة إلا لله سبحانه، منع هذا. هم شرعهم جائز السجود للتحية، أما العبادة في جميع الأديان ما تجيز سجود العبادة لغير الله، وما سجدوا ليوسف سجود عبادة. نعم.